السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي، أخباركم يا رب يكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما بإذن الله. النهاردة جاية أتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، في ثلاث كلمات بتكسر قلب الرجل. طبعا في ظل الحملة اللي احنا بنعملها للتوعية حفاظا على الزوجات وحفاظا على الأزواج وحفاظا على الأبناء، والواحد كل ما بيلاقي حاجة مهمة ومفيدة للناس بيحاول انه يطلع يتكلم فيها. النهاردة جاي اتكلم معاكم عن ثلاث كلمات بتكسر قلب الرجل من غير ما الزوجة تكون عارفة ان هي كسرت قلبه، ومش شرط ان هو يبين لها ان هو قلبه كسر بسببها. الحاجة دي في حاجات كده يعني بسيطة ان الواحد حابب ان هو يطلع يتكلم معاكم فيها، الا وهي الحاجة رقم واحد، ان الست تكون بتتخانق مع جوزها وتقول له ان انت مش راجل. كلمة انت مش راجل اللي هي بتقولها له دي كلمة توجع قوي وتوجع اي حد، او ان هي تكون بتهزر معاه وتقول له انت مش راجل، كلمة دي كبيرة. فدي من ضمن ده اول كلمة بتكسر قلب الرجل وبتنتج عليها خلافات شديدة او بتحصل ما بينهم. دي الحاجة الاولانية. طب الكلمة التانية ايه هي؟ لما تقول له احمد ربنا ان انا رضيت بيك، ده انا فيه فلان وفلان 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 كانوا عايزيني، وفيه وفيه وفيه، روح شوف الناس التانية وروح وروح وروح. يبص بتقعد ايه تحسسه ان هو حاجة بسيطة قوي قوي وان هو صغير قوي قوي، دي بتكسر قلبه بتحزنه جدا جدا وتخليه يبقى حزين. الحاجة التالتة انه يرجع من بيته بعد شغل ومعاناة وضغط وكل حاجة فوق دماغه ويرجع البيت ما يلاقيش اكل وتقول له اتصرف هات لك اكل انت، مع ان الحاجة بسيطة جدا جدا الا انها تكسر قلب الرجل، انه يحس ان هو تعبان وشقيان ومش لاقي، ويرجع بيته ويلاقي نفسه المرات تقول له اتصرف هات لك اكل من برة حاول تعمل وتسوي. الكلام ده يكسر قلب الرجل. فحاجة دي بتحزن جدا، بتحزننا جدا جدا كرجال لما يلاقي واحد انه راجع بيته ويلاقي مفيش اكل، دي تحزنه. طبعا لو اتكلمنا هنتكلم عليهم تاني ونعيدهم على طول. الحاجة الاولانية ان الست تتخانق مع جوزها او حتى تكون بتهزر معاه تقول له انت مش راجل، ودي بتحصل كتير قوي قوي وبينتج عنها طلاق، يعني بينتج عنها الطلاق بسبب حاجه كده انه تقول لراجل انت تقول لجوزها انت مش راجل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان تقول له احمد ربنا ان يرضيك بيك، ودي برضو مشكله، مشكله كبيره. يعني ايه احمد ربنا يرضيك بيه؟ ما هو دي ما ينفعش ان الزوجه تقول لجوزها كده. يا سيدي احنا بنحمد ربنا طبعا ان احنا ربنا كرمنا بزوجاتنا، بس ما ينفعش ان انت تقول احمد ربنا يرضيك بيك غير انها تقول له ايه ده فلان كان عايزني وعلان كان عايزني وي وي وكلام كتير قوي، ودي حاجه تحزن. والحاجه الثالثه زي ما قلتها لكم نرجع من بيته ما يلاقيش اكل، وزي ما انتم عارفين ان معده البني ادم يعني يقول لك ايه عايزه توصل لقلب الرجل عن طريق معدته، دي حقيقه. الكلام ده كان بيقول ستنا وجدنا كان دايما يقوله لنا زمان، كان يقول لك ايه ستي كانت تقول لي عايزه توصل لقلب جوزك اكليه وصل لمعدته، خلي بالك من معدته لان دي حقيقه. فما ينفعش ان احنا نكون الستات عامه ما ينفعش ان هي تكون سبب في خراب البيوت، فخلي بالك من التلات كلمات دولت لان الكلمات دي صعبه قوي على الرجل. اتقي الله في زوجك ولعل يعني ربنا يبارك لك فيه وتخش من وراك جنه، يمكن الزوجه لما تتقي الله في جوزها تخش من وراك جنه وربنا يبارك فيكم جميعا. وما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناة، لسه ما اشتركش معي اشترك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.